أهلا وسهلا بكم طلابي طلاب الصف التاسع الأعزاء. سنتعرف إلى مادة اللغة العربية التي سوف ندرسها سويا خلال هذه السنة. معلمة المادة أعزائي الطلاب، سأكون معكم هيفاء صويتي، مدرسة مادة اللغة العربية. أعزائي الطلاب، ما هي اللغة العربية؟ تعرف اللغة العربية لغة على أنها المصطلحات والمرادفات التي دونها العلماء في المعاجم، أما اصطلاحاً فهي إحدى لغات العالم السامية والمنتشرة على نطاق واسع حول العالم، حيث أن هناك 422 مليون نسمة من متحدثيها، ويتركزون بشكل كبير في الوطن العربي وبعض المناطق المجاورة مثل تركيا والأهواز والسنغال وتشاد وإثيوبيا وإيران وجنوب السودان وغيرهم من المناطق. عدد حروف اللغة العربية 28 حرفاً مكتوب، ويرى عدد من اللغويين أنه يجب إضافة حرف الهمزة إلى قائمة حروف اللغة ليصبح عددها 29 حرفاً. تكتب اللغة العربية من الجهة اليمنى إلى اليسرى كاللغتين العبرية والفارسية، على عكس العديد من اللغات حول العالم. اكتسبت اللغة العربية اسمها من الإعراب أو الغروبة أو العربية، أي الفصاحة والوضوح والبيان، ومن أجل ذلك سمي العرب أنفسهم عرباً وسموا سائر الأمم عجماً، أي لا يفهم عنهم ما يقولون. أعزائي الطلاب، ما هي خصائص اللغة العربية؟ تعد اللغة العربية من أكثر لغات العالم انتشاراً، فهي تعد من بين أشهر 6 لغات في العالم، وذلك حسب تصنيف الأمم المتحدة. وتتميز اللغة العربية بالعديد من السمات والمزايا التي تتفرد بها عن غيرها من باقي لغات العالم. ومن أبرز تلك الخصائص نذكر منها الفصاحة، والمقصود بالفصاحة لغة هو خلو الشيء من العيوب، وقد خلت اللغة العربية من التنافر بين الكلمات، ضعف التأليف اللفظي، التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. أيضاً الترادف، وهو وجود العديد من الكلمات التي تعطي دلالة واحدة دون إعطاء تمام في المعنى، وإنما عمومية في المعنى، مما يكسب المفردة الواحدة تمييزاً في الاستخدام عن مجموعاتها، مما ينعكس على مدى بلاغة اللغة العربية. دلالة الأصوات على المعاني، تتميز أيضاً اللغة العربية الكلمة العربية بأنها لمجرد سماعها يفهم معناها ودلالتها. أيضاً عزيزي الطالب، من خصائص اللغة العربية الكم الواسع من المفردات. لو أمعنا النظر في معاجم وقواميس اللغات فلن نجد معجماً متسعاً بالمفردات كالمعجم العربي، وكل ذلك بشهادة المستشرقين، فلا يمكن لأحد أن يعطي إحصاء عدديا لمفرد اللغات العربية. أيضا العروض، والعروض هو العلم المختص بالشعر وأوزانه، وأيضا التخفيف والإيجاز والإعراب. أعزائي الطلاب، نتساءل لماذا ندرس اللغة العربية؟ كانت اللغة العربية وستبقى اللغة القادرة على الإحاطة بكل الجوانب العلمية، الدينية، الفكرية، الاقتصادية، في إلى جانب إلى أنها لغة الكتب السماوية ولغة الصلوات، فلقد اعترفت الأمم المتحدة باللغة العربية كلغة رسمية 6 في العالم في 18 ديسمبر عام 1973، وهو اليوم العالمي لهذه اللغة العريقة. اللغة العربية أداة التواصل، حامل رسالة الثقافة والحضارة،
قال الدكتور رشدي أحمد طهمان أن العربية وعاء لحضارة واسعة النطاق عميقة الأثر ممتدة التاريخ، لقد نقل إلى البشرية في فترة ما أسس الحضارة وعوامل تقدم في كل العلوم الطبيعية والرياضية والطب والفلك والموسيقى. قال المستشرق الفرنسي رينان: من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القومية وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحارى عند أمة من الرحل، تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسب نظام مبانيها. أما عن عرض مادتنا للصف التاسع أعزائي الطلاب لهذا العام، لدينا ما نغطيه في مادة القراءة والاستماع والكتابة والتعبير الشفهي والمشاريع والمطالعة الخارجية والقواعد والإملاء. أما أعزائي الطلاب عن الكتب المعتمدة لهذا العام، هو كتاب قواعد اللغة العربية وكتاب اللغة العربية المعتمدان من وزارة التربية والتعليم، وأيضا إضافة إلى رواية الخيميائي. سنة موفقة أرجوها لكم أعزائي الطلاب.